فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ما حكم بيع الكلاب المدربة على الصيد؟ لا يجوز بيع الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب ونهى، لكن من اختصاص، هذا يسمونه اختصاص مختص بك، لا يأخذها أحد غيرك، لكن ما يجوز لك تبيعه، لا يجوز بيع الكلاب ولا بيع القطط ولا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.